مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنينك قصة، مع في الاستوديو المرنم الحبيب منير حبيب. في قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. في قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، رسائلكم لينا بتسعدنا جدا، سواء عن طريق الخطابات العادية أو عن طريق البريد الإلكتروني. قصتنا النهاردة قصة معاصرة، قصة جميلة، أشعر بسعادة وأنا بحكيها، بعنوان يوحنا الأسير. يوحنا الأسير ده الاسم الجديد للشخص اللي ربنا تعامل معاه جوه السجن. زرته في سجنه في السويد، وشرفني الرب ان يكون معايا مرنم الحلو منير حبيب، وكان معانا الدكتور عصام عزت، والمنتج الجميل هاني وهيب حنين، والقسيس رائف عزب. رحنا زرناه في السجن في السويد، وعمل لينا وليمه جميله جوه السجن، وكان الفرح يملى وشه، وحكينا كيف تقابل مع المسيح، وصار اسمه الحقيقي، صار خليقه جديده، اسمه الحقيقي عبده ابراهيم، لكن هو يسعد بالاسم الجديد يوحنا الأسير. في سنة 1980 غادر بلده، هاجر بعد الحرب إلى إيران، مش سر يعني، ومن إيران انتقل إلى تركيا، ومن تركيا لسوريا، ومن سوريا لبنان، ومن لبنان لقبرص، ومن قبرص لبلغاريا، ومن بلغاريا لموسكو، ثم استقر به الأمر سنة 1993 في السويد. وفي السويد قرر انه يبقى رجل اعمال، وحسب ما قال وكتب بالحرف الواحد: بقيت رجل اعمال ناجح، كنت اجيب النجف الثريات من الشرق الاوسط وابيعها في السويد، بقيت غني بس زادت خطاياي ومعاصية. وكتب في مذكراته اللي انا قريتها بيقول ان الفلوس، المال مع الشهوة هم رأسي الحربة للخطية، تعبير انا باخده منه بالظبط. في يوم من الأيام بعد ما صار غني وهو رجل أعمال، كان مع شخص كردي، كردي إيراني، في الشغل في التجارة، وكانوا في البيت بتاعه، واختلفوا في الرأي، واشتد الحوار بينهم، وكانت على الترابيزة، على السفرة، على الطاولة سكين الطعام كبيرة. فلما اختلف معاه للأسف الشديد امتلكه إبليس ومسك السكين وطعن هذا الرجل الإيراني الكردي وترمى في الأرض. وطبعا هو قال انا ما كنتش اظن ابدا انه هيكون مات، وقع في الارض والدم بيسيل منه، وكان مات، قبض عليه وحكم عليه بالسجن المؤبد في السجن. استمع معي الى بعض الكلمات اللي قالها يوحنا الاسير، وساستكمل معك هذه القصه. الجريمه اللي عملتها اعتقد هي كانت خارج ارادتي، بس اعتقد مو انا مسبب رئيسي بالموضوع، بس أنا ارتكبت جريمة ما تغفر يعني، حسب ما كنت أعتقد. ما مهتم كنت بالموضوع، لأن ما كنت محكوم، ما بعرف يعني الوضع كيف يعني. وبعدين حكمت بالسجن المؤبد، وكان وضع كل صعب، بحيث عشت بالقسم النفسي بالسجن، لأن محكوم مؤبد يعني ما معناتها باللغة يعني العربية، يعني ما في طلعة من السجن. الموضوع مو موضوع الحكم، الموضوع بعد دخولي بالسجن للسجن، وحسيت بذنب، حسيت أني ارتكبت ذنب شنيع ما يغفر. زي ما سمعت من كلامه دلوقتي انه هو بعد ما قتل حس ان الخطية دي ملهاش غفران، وكان ندمان ويأسان، عاش سنة ونص في السجن حزين كئيب، ما بينامش إلا بالأدوية المنومة، شاعر بعقدة الذنب، شاعر. لكنه في يوم من الأيام سنة 1997 زاره
قسيس في السجن، وقسيس في السجن جابله شوية مجلات من ضمنها مجلة عربية، فمسكها وليه برنامج للمراسلة المسيحية، فقال أسلي وقتي. فبعد جواباته كان الشخص اللي بيراسله خادم باسم مراد غريب، وبدأ يراسله وهو يسأله إزاي غفران الخطايا في العهد الجديد، وهو يرد عليه، وفي نفس الوقت بعت له كتاب مقدس هدية قعد يقرأ فيه أراه مرة. وبعد فترة لقي الكتاب تاني، وكان في يوم حزين جدا جدا فتح الكتاب على إنجيل يوحنا أصحاح 3، قال كنت تعبان كده فتحت، والآية بالذات اللي أثرت فيه، ابن الإنسان أن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، هو طبعا موضوع الدينونة هو اللي مؤثر فيه، ليدين العالم بل ليخلص به العالم. وبعدها كمل إلى أن وصل أصحاح 5، الآية ذات الحلقات الجميلة جدا، يوحنا 5:23-24 اللي بيقول فيها من يؤمن بي، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ولما وصل للآية دي نام، وهو في الليل شاف رؤية شخص لابس أبيض وبيؤكد أنه شخص حقيقي، وقال له أنت محتار ليه، أنت خايف ليه، الكلام اللي بيقوله لك مراد غريب الخادم صح، صحي. ونام تاني وربنا كرر عليه الحلم تاني، شخص في ملابس ناصعة البياض بيقول له آمن بالكلام اللي قاله لك مراد غريب، فسلم قلبه للرب وشعر أنه حياته مليئة بالسلام والسعادة. أنا شفته بعيني في السجن مليء بالفرح والسلام الحقيقي. ماذا حدث مع يوحنا الأسير بعد هذا؟ هذا ما سأستكمله لك بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. رضي بي وحن عليا وخلصني من العبودية، رضي بي وحن عليا وخلصني من العبودية، وجعلنا أنا ابني لي وفتح لي الباب بإيديه، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، من يسندني في وسط أنيني غيرك رب ماسك بيميني، وعدك ليا يطمن قلبي انك دايما واقف جنبي، وعدك ليا يطمن قلبي انك دايما واقف جنبي، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي علي، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، من يشبعني ومن يرويني وفي مرضي ألاقي يشفيني، كلمة منك تشفي سقامي، نظرة لشخصك سر سلامي، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا، وسط الوادي هو رعية، هو الفادي الغالي عليا. رضي بي وحن عليا، هكذا رنم لنا منير حبيب ونحن في هذه القصة الواقعية الجميلة اللي أنا سعيد أني بشارككم بيها، قصة يوحنا الأسير عبد إبراهيم اللي قتل وهو ما كانش بيتصور أنه ممكن يقتل، ولما قتل وحكم عليه بالمؤبد
شعر ان ملوش غفران، الى ان اكتشف في كلمة الله ان يسوع المسيح يغفر جميع الخطايا بما فيها القتل. مكتوب الله لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. حتى اللص القاتل اللي جاله عند الصليب وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وعدتك قبل الترنيمة ان اقول لك ايه اللي حصل بعد كده مع يوحنا الاسير. بعد كده شعر بسلام كامل. هل تصدق؟ صدقني يوحنا الاسير ده بيخجلني ويخجلك. تعرف السجن بتاعه الزنزانة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيرسل خطابات تشجيع للمؤمنين في العالم كله، عبارة عن بينتج مجلة سفراء في سلاسل. وهو سمى نفسه يوحنا الأسير لأنه زي يوحنا الرائي لما كان مسجون في جزيرة بطمس هو كمان بقي سجين للمسيح، ما بيعملش حاجة غير أنه يدرس كلمة الله، يرسل جوابات تعزية للمجربين مع أنه في السجن، ويرنم ويصلي ويصلي لأجل النفوس. هذا ما يعمله المسيح. يمكن إحنا يعني الرسول بولس كان زي يوحنا الأسير برضو، إيديه مربوطة، ربح شخص اسمه أنسيموس اللي بيأسقف كلوسي بعد كده، قال الذي ولدته في قيودي. إحنا محلولين مش في سجن، لكن يا أخي مش بنخدم، وده في السجن وكان قاتل. ما هو الآية صح اللي بتقول حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. هسألك سؤال، هتقول لي أنا مش قاتل ولا زاني، أنا مش الكبائر دي مش بعملها. خلي بالك في الإنجيل مفيش كبائر ولا صغائر، أجرة الخطية هي موت. الحلفانة اللي بتحلفها توديك الجحيم، الكذبة اللي بتكذبها توديك الجحيم. أنا أقول لك قال الرب يسوع المسيح في إنجيل متى أصحاح 12 وعدد 36، اسمع، كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين. اللي غفر للقاتل عبد إبراهيم وصيره يوحنا الأسير، واللي غفر خطاياي يقدر يغفر خطاياك. يمكن أنت مش حاسس أنها كبيرة، بس ده خطر أنك أنت مش حاسس بخطاياك. يا ريت تشعر بيها زي ما هو كان قلقان وندمان، يا ريتك تندم أنا وإنت وترجع للرب يسوع. قول له يا رب يسوع أنا بسلمك حياتي، يا رب انت قادر تغيرني، قادر تخليني خادم ليك. يا اللي غيرت هذا القاتل، غير شاول الترسوسي كان قاتل برضه، قتل القديس صفانوس وخلاه بولس الرسول، غير عبده ابراهيم وخلاه يوحنا الاسير. يقدر يغيرك، يقدر يغيرك. والى حلقه قادمه من برنامجك حياتك. احنا محلولين مش في سجن، لكن يا اخي مش بنخدم، وده في السجن وكان قاتل. بيرسل خطابات تشجيع للمؤمنين في العالم كله، بينتج مجلة. هتقول لي أنا مش قاتل ولا زاني، أنا مش الكبائر دي مش بعملها. خلي بالك في الإنجيل مفيش كبائر ولا صغائر، أجرة الخطية هي موت. اللي غفر للقاتل واللي غفر خطاياي يقدر يغفر خطاياك. وسط الوادي هو رعية، هو الفادي